السلام عليكم. فيلم الليلة بيبدأ بمعزة أو غنماية باللغة السودانية، وبتكون المعزة دي في مكان زي الوادي كده، فيه شوية شجر وجبال. وفجأة بيصحى بطل الفيلم من النوم، بيكون اسمه نايلز، وبنعرف إنه كان بيحلم بالمعزة الغريبة دي. ولما يصحى بيلقى زوجته بتجهز عايز تطلع، وبيكون اسمها ميتسي. بعد كده بنعرف إنه كلهم كانوا موجودين في مكان زي منتجع أو فندق، لأنه في زواج بتاع أخت زوجته. بعد كده بنشوف إنه نايلز وهو نط في حوض سباحة، وبعدين بيكون مسترخي ومستمتع بعشاء الشمس وبيشرب في العصير، فبيجي واحد بيتكلم معه وبياخد منه عصير كمان. ولما تبدأ المراسم تحت الزواج، نايلز بيكون لابس لبس البحر في نص المعازيم وفي نص الحاجات الرسمية دي، وبيشرب في مشروب غازي بطريقة مضحكة جدا. وبالليل بتكون الحفلة، وبتكون ميتسي زوجة نايلز بتتكلم، بتقول خطاب، وعندها أختها اسمها سارة. وبنشوف سارة إنها هي ما مبسوطة نهائي، وماسكة كوباية بتاعت خمرة كبيرة. وأثناء ما ميتسي بتتكلم، فبتورد سارة في موضوع بتاع خطاب، فبترتبك سارة، بس أبوها بيكون اسمه هوارد بشجعها عشان هي تمشي تقول الخطاب. بس قبل ما تمسك المايك وتقول الخطاب، بيجي نايلز من حيث لا يحتسبه وبياخذ المايك عشان يقول خطاب. والناس كلها بتتساءل ده منه، فبيبدأ يقول خطابه قدام الناس كلهم. وهو بيتكلم بيكون بيشوف على سارة، وسارة مستغربة عشان هي أساسا ما بتعرف الزول ده منه. وبينجح إنه يقول خطاب ممتاز جدا، وبيخلي كل الناس تصفق له. بعدها بتبدأ الحفلة، والكل بيرقص، ونايلز لسه بيعمل حاجات غريبة، بيحاول يلفت سارة، بيرقص بطريقة غريبة وبيعمل حاجات عجيبة. المهم بعد تنتهي الغنية بنكتشف إنه فعلا قدر إنه يلفت نظرة، فبتجي سارة عشان تتكلم معه. ولما تجيه بيقوم يعزمها على كاس، وبيتكلموا شوية كده، وبيكون بيناتهم لحظات رومانسية وانجذاب وكده يعني. فبيقرروا إنهم يمشوا برا المنتجع عشان يقدروا ياخدوا راحتهم. ولما يكونوا برا ونايلز بيحاول إنه يطلع هدوم، فجأة بيصيبوا سهم في ظهره، وبعد كده الدراما كلها بتبدأ. فبيهرب نايلز، وبيكون بيتكلم عن واحد وهو بيهرب، وبيكون الواحد ده اسمه روي. وبنشوف إنه روي بيكون لابس لبس شبيه بلبس القوات الخاصة، وروي بيهدد نايلز وبيقول له إنه مهما هربت أنا حاجيبك. وبعدها بيدخل روي كهف غريب وبيختفي، فبيجي نايلز يدخل وراه الكهف. بس لما سارة تيجي تدخل الكهف ورا نايلز، نايلز بيحذره وبيقول لها ما تدخل الكهف ده أبدا. وفي المشهد اللي بعده نايلز بيصحى، بس بيكون في نفس التفاصيل بتاعت اليوم اللي قبله. فبيصحى من النوم على صوت زوجته نفس التفاصيل، وبيلقى انه زوجته بتجهز عليها تطلع بنفس التفاصيل، وزوجته بتقول له نفس الكلام اللي اتقال في اليوم اللي قبله. باختصار انه اليوم بتاع نايلز قاعد يتكرر. وبعد شويه بيشوفه كمان مشى المسبح وقاعد مسترخي في الشمس وبيشرب في العصير. بس المره دي بتجي ساره وهي غضبانه جدا، وبتطلب منه انه يقول لها الحصل شنو والحاصل في حياته شنو. وبنكتشف بعدها انها ما سمعت كلامه ودخلت وراه الكهف، ويومها بدا يتكرر زي نايلز. وبتكون مستغربة. ولما يكونوا بيتناقشوا في حوض السباحة، بتجي أختها العروس وهي مرتبكة، فبتقع وبتكسر أسنانها، فبكون في جوطة في البيت وتوتر، يعني الوضع جاد جدا. بعدين بتمشي تقعد مع نايلز بهداوة، ونايلز بيحكي لها وبيفهم الحاصل كله شنو. فبتطلب منه إنه تمشي الكهف وتدخل تاني، وفعلا بيحقق لها طلبة. ولما تروح للكهف وتدخل الكهف، بس بتصحى اليوم التاني وتلقى إنه يومه متكرر برضه. فالمرة دي لما تصحى من النوم، بتقرر إنها تسوق عربيتها وترجع المدينة اللي كانت عايشة فيها، وتمشي شقتها. بس لما تصل الشقة بتاعتها تنعس وبتنوم، وبتصحى تاني بتلقى نفسها في نفس اليوم اللي بيتكرر. المرة دي بتمشي لنايلز في غرفته وبتصحيه عشان يتصرفوا في المصيبة دي. فبيمشوا بنشوفهم قاعدين يتناقشوا، فبيقنع نايلز إنها تتعايش مع الموضوع ده عشان أساسا ما في مخرج من الحاجة دي. وبعدين بتسأله من روي، فبيحكي لها قصة روي، إنه روي كان واحد زمان من المعازيم اللي كانوا في الزفاف، فقابلوا نايلز واتعاطوا المخدرات مع بعض، وهم ما واعيين بعد تعاطوا المخدرات دخلوا الكهف مع بعض. ويوم روي بدأ يتكرر زي نايلز، وروي من الوقت ده قرر انه ينتقم من نايلز. وفعلا روي انتقم من نايلز مرات كثيرة، وقتلوا بأشكال وأنواع كثيرة من الطرق. المهم لما يكونوا بيتكلموا بتجي لسارة فكرة، والفكرة هي انها هي عشان تطلع من الدوامة دي لازم تتصرف من غير أنانية. فبتجرب تعمل كده، وبتمشي تعترف لأختها العروس بحاجة هي عملتها. وبعد ذلك بتقابل نايلز، وبتكون مبسوطة انها عملت كده وحاسة انه خلاص هي طلعت من الدوامة. بعد كده بتقرر سارة انها تتعايش مع الموضوع وتستمتع بوقتها، وفعلا بتبدأ تستمتع مع نايلز
بوقتها وبيعملوا حاجات كثيرة. ولما تصحى من النوم في اليوم اللي بعده بتكتشف انها كانت نايمة مع عريس اختها في اوضة، وده بيخليها تستاء جدا وتزعل من نفسها وبتكون شاردة طول اليوم. ولما يكونوا في الطريق بالعربية بتكون في عربية شرطة وراهم، فنايلز بيقول لسارة انها ما تجيف ابدا للعربية بتاعت الشرطة دي لانه في الغالب ده حيكون روي. وفعلا بيطلع روي، لكن قبل ما روي يعمل اي حاجة لنايلز سارة بتيجي تصدمه بالعربية، لكن نايلز بيغضب منها وبيقول لها انه ما كان مفروض تعمل كده لانه الالم محسوس. وفي نص النقاش ده بيعترف نايلز لسارة انه كانوا مع بعض مرات كتير قبل كده، فبتكون سارة مصدوبة جدا من الكلام ده. وبعد كده بنشوفها انها قررت انها تمشي تفتش طريقة حقيقية عشان تقدر تطلع من الدوامة دي. وفي الصباح بيصحى نايلز كالعادة، بس المرة دي ما بيلقى سارة في البيت، بيفتش عنها في كل مكان ما بيلقاها، والموضوع ده بيتكرر. اليوم اللي بعده بيصحى ما بيلقاها، وكمان اليوم اللي بعده بيصحى ما بيلقاها، كأنها اختفت. وفي مرة بيكون كل الشباب في أوضة العريس بيجهزوا للحفلة، وبيكون نايلز نايم في السرير بتاع العريس، فبالصدفة بيشم العطر بتاع سارة في مخدة العريس، فبيشيل المخدة وبيمشي يفضحه قدام العروسة. المهم وبتبدأ بيناتهم قتال صغير كده، ونايلز بيطعن العريس في وشه بشوكة. بعد ذاك بنشوفه قاعد مع صديقه جيري وبيبكي، بيعترف لجيري انه يشتاق لسارة وانه بيحبها. ولما يصحى الصباح في اليوم الثاني بيقرر انه يمشي لروي، ولما يمشي لروي بيكتشف انه روي عنده أسرة، وهم قاعدين مع بعض بيتفقوا انهم خلاص ثاني ما حيشوفوا بعض وانتهى القتال بيناتهم وكده يعني سمح. واخيرا بنشوف سارة وبنعرف انها بقت تصحى كل يوم الصباح وبتمشي مكان هادي وتبدأ تدرس على الفيزياء الكمية لحد دي ما اكتشف الطريقة عشان تطلع من الدوامة دي. وفي يوم بيصحى نايلز من النوم بيلقى سارة قدامه، فبيعتذر منها وسارة بتسامحه، وبعد كده بتشرح له سارة عن الطريقة بتاعت الخروج من الدوامة دي، وبتقول له ان الطريقة دي صراحة ما مضمونة وممكن هم يموتوا اثناء تنفيذ التجربه دي. فبيحاول نايلز انه يقنع انه ما يعيش كده وخلاص، فبتحضن ساره وبتودعه. وبالليل بتلبس ساره القنبله بتكون ماشيه على الكهف، وبيكون نايلز فكر وقرر انه يحصلها عشان يكون معاها في التجربه، فبيركب عربيه وبسرعه، بس العربيه بتعطل في الشارع، لكن نايلز بيلقى طريق انه يصل الكهف. ولما يوصل للكهف بيلقى ساره انها خلاص هتدخل الكهف، فبيتكلم معاها وبيعتذر لها وبيقول لها انه هو قرر انه يكون معاها في الحاجه دي، فبيدخلوا مع بعض الكهف وبينفذوا الفكره. في المشهد اللي بعده بنشوفهم وهم قاعدين بيتشمسوا في حوض سباحه، فبيظهر قدامهم ناس ما مفروض انهم يكونوا في اليوم اللي هو بيتكرر ده، فبكده بيعرفوا انهم خطتهم نجحت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وسلام.